الطالبات في المدرسة، هل الأفضل في حقهن صلاة الظهر جماعة أم كل طالبة تصلي لوحدها؟ جزاكم الله خيرا. بل الأفضل أن يصلين جماعة، لأنه ما دام أن النساء يجوز لهن أن يصلين جماعة، وأن صلاة الجماعة لها فضل على صلاة الفرد، وما دام بالإمكان أن يصلين لاجتماعهن فصلاتهن أفضل. وإنما يكون صلاة المرأة منفردة أفضل من صلاتها جماعة إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى المسجد. أما إذا كن مجتمعات في مكان فصلاتهن جماعة أولى، والسبب في كونها إذا صلت في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأنها لا تصلي في المسجد إلا وقد خرجت من البيت وتوجهت إلى المسجد، ويخشى أن تمر بطيب فيشم أو ترى، أو قد تكون ممن يروق الناظرين مظهرها أو جسمها أو غير ذلك من أنواع الإغراء التي ركزها الله في النساء للرجال، كما ركز للنساء في الرجال أيضا ما يفتنهن. وكل ما حصل الصيانة والاحتياط كلما كان أطهر وأتم للسلامة الجميع. فالبنات في المدرسة ومدرساتهن إذا صلينا جماعة فهو أفضل من أن يصلين فرادى، والله المستعان.